الثقافية واللي ما تبعوش سهرة المهرجانات في سهر الليالي إن شاء الله كل ليلة نحاولوا أن نزوروا مهرجان المهرجانات هذية الليلة مهرجان الحمامات الدولي والعرض العالمي للفنانة الفرنسية أنديلا. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Je ne sais connaître sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule dans le métro. سهرية ظهر لي حفلة شوية اليوم في الحمامات صفة طويلة العباد الكل يحبوا يحضروا الأنديلة. أي سيسا تعرفها الأختيست هذية وإلا أول مرة؟ على خاطر بنتي مغرومة بها؟ أي ظنيتي لك اللي بنتي حفظتها فكرة La dernière danse, pourquoi ce chat tout commence? حطك شي هناك مدام جابوك صغيرات يظهر الليلة اي هما هما مهرومين وكم مصباح الليل نسمع فيها في اليوتيوب وفي السي دي في الكهرباء دونك بور لوغ فيغ بليزير وانا زيدا معاهم بيان سور سي ان بليزير شنعرفش نسمعوها مع بعضنا وراك مكتوبه نفذ التذاكر حفل انديلا يظهر لي مزهرين لقيتو دي تيكي لا احنا شيناهم من قبل العيد On l'apprécie beaucoup, mes filles aussi, et comme on est à Tunis, ben on en profite pour venir la voir. D'accord, vous êtes ici en vacances? Oui, chez mes beaux-parents. Et depuis quand vous avez eu vos tickets? C'est grâce à nos amis qui nous ont eu les places. Et votre humain, cœur est immense, je suis une enfant.
أديلة ولا عديلة هو الاسم الحقيقي للفنانة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية أنديلة، اللي غنت برشا أنماط موسيقية كما الجروف والإرنبي. أنديلة عرفت سكسي مع ديرنيغ دونس اللي كانت أول سكسي لها مع ألبومها لوليني. أنديلة كيف كيف كانت لانفان دو موند كما حبت تسمي روحها، اليوم حاضرة على مسرح مهرجان الحمامات الدولي باش نتعرفوا على أنديلة وعلى غنياتها واللي قالت في الحمامات اليوم أنها قاعدة تحضر في الألبوم الثاني نتبعوا أنديلة. Thank you.
شفنا سيكوريتي، شفنا ناس تفركس في السكان، انت اليوم جاي تتفرج في سهره انديله، اسكو تقلقك تلقى هكا سيكوريتي؟ ما تقلقنيش ما تقلقنيش، هذيك باش تحميني وتحمي الناس الكل. معناتها تو تلقى روحكم معناها في سيكوريتي اكثر في المهرجان وقت اللي بيان سور؟ ونفرح انا كي نلقى هكا شيء هكا، بالعكس فرحانين بلي فما امن و سون سيكوريتي. معناتها surtout, on m'a posé la question, on m'a dit, vous avez décidé de venir? Je dis oui. Et on m'a dit, vous n'avez pas du tout hésité, pas une seule seconde? Je leur ai dit non, sincèrement, j'ai hésité, bien entendu. Ce serait faux de dire que je n'ai pas hésité. Mais j'ai choisi de venir parce que j'avais trop envie de venir vous rencontrer. C'était important pour moi. Et de faire en sorte qu'on soit ensemble, même dans les moments difficiles. Je fais un spectacle aujourd'hui, je في قيمته في قيمتها السهريه الليله ولا؟ اما هي عطتنا شويه وقت لما حالا ساعه بركه بصراحه، ماذا بينا انا قاعده معها ازيد. حفله ياسر مزيانه عجبتني على الاخر، مالغري كو اون اور كهو، مي سي فورميدابل، عجبتني على الاخر انا. ياسر ياسر حلوة قصيرة ياسر، جينا من سبعة نستنيه وكل، أما ياسر مانيفيك تعديت. كيفاش لقيت الأغاني جدد متاع ألبومها الجديد؟ محليهم زيدا ياسر حلوين، تعجعوا على الأخر. الدورة 30 المهرجان الجمل للموسيقى السيمفونية، عرض استثنائي الجمهور الخاص، كاميرا سهر الليلي تبعت العرض هذا ونقلت لنا الصور هذوما. ثلاثون سنة مرت على معانقة أسوار قصر الجمل الأثري لأروع السيمفونيات العالمية. ثلاثون شمعة اتقدت لتنير سهرة الدورة الثلاثين لمهرجان الجمل للموسيقى السيمفونية رغم الصعوبات المالية والتنظيمية. صعوبات ألقت بظلالها على برمجة المهرجان.
للدورة 30 مهرجان الجم الدول الموسيقى السيمفونية اللي كانت انطلقت يوم 28 جويلية، والاختتام باش يكون يوم 12 أوت الأوركسترا السيمفوني التونسي بقيادة المايسترو حافظ مقلي. الأحداث اللي صارت في باردو وفي سوسة معناها كان تأثير سلبي، مما اضطر بعض الفرق أنها تلغي الحفلات متاعها في المهرجان، لكن في المقابل فما جزر كاسر أخرين أصروا باش يحضروا معنا في المهرجان، ونذكر الأوركستر دي جون دلام التراني والأوركستر دي بو. خمس فرق سيمفونية أثثت وستؤثث خمس سهرات ممتدة على 15 يوما لمهرجان الجم في دورته الحالية. ثالث هذه العروض كانت بتوقيع الفرقة السيمفونية الوطنية الجزائرية. أردنا دمج موسيقانا الجزائرية في هذا المزيج المتنوع الذي يشكل موسيقى كل الشعوب والعالم. أنغام عذبة للموسيقى الكلاسيكية يتردد صدها في كل أروقة القصر الأثري بالجم في ليلة مقمرة تعانق فيها روعة الفضاء بعذوبة الألحان. فيما يخص البرنامج، عملنا بالطبع الريبرتوار العالمي. المرحلة الثانية عزفنا موسيقى جزائرية وموسيقى تونسية من تراث الجزائر ومن تراث التونسي، وهذا عن النمط السيمفوني لإعطاء ألوان جديدة لهذا التراث الهام جدا والغني. جمهور متعطش للفن الراقي على الرغم من تواضع عدده، إلا أنه كان حاضرا دعما للمهرجان ولتواصله. فرقة مزيانة ياسر سيمفونية، أما المشكلة قصيرة شوية. استمتعنا بها، حفلة حلوة، موسيقى راقية، وبالحق نشجع العباد باش تجي وتسمع وتتفرج. مهرجان الجم في دورته 30 بتواصله مراهنة على الفن الراقي، وبمزيد دعمه ثقافيا وسياحيا وإعلاميا سيساهم ولا شك في رسم صورة ناصعة لبلادنا خدشتها يد الإرهاب.